بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم تحت العنوان Working with Layers. بالظبط يا جماعة زي بالظبط اللي جه في بالنا من قصة Layer اللي افتكرناه Layer بتاعت الفوتوشوب. Exactly يا جماعة. كلمة Layer معناها طبقة بتتحط فوق طبقة، بتتحط فوق طبقة وهكذا، layers يا جماعة. الشاهد معايا اني انا بحط طبقات فوق بعض ليه؟ علشان عايز اخلي كل طبقة ليها كنترولز مختلف، وانا ممكن اغير في كل طبقة لوحدها من غير ما اثر على الخلفية الاساسية بتاعت التصميم بتاعي. ده بالظبط يا جماعة يلخص تلات ارباع الكلام اللي احنا عايزين نقوله في حلقة النهاردة. يبقى انا عندي لاير اسمها بيز لاير على الناحيه اليمين، ديت عباره عن اللاير اللي بتتحط في الخلفيه اللي فيها كل الكنترولز الاساسيه بتاعي، بمعنى ادق السلايد اللي انا واقف عليها ديت. السلايد اللي انا واقف عليها ديت يا جماعه ما فيهاش غير الشخصيه دي والزرارين دول، تمام؟ ده السلايد بتاعي. لكن طبعا انا عشان اوقف على الـ على على الـ على البيز لاير، فانا مش عارف اعمل كنترول على الشخصيه دي ولا الشخصيه دي. ليه انا مش عارف اعمل كنترول عليهم؟ لان دلوقتي يا جماعه لايرز، عشان اعمل كنترول عليهم لازم انا ابقى واقف على اللاير ديت وابتدي احركها عشان اعمل كنترول عليها، على اللاير ديت وابتدي احركها عشان اعمل كنترول عليها. اكزاكتلي بالظبط زي ما انا ابتدي احرك اللايرز في الفوتوشوب، لازم أنا اكون واقف على اللاير اللي انا بعمل لها موفينج او انا بعمل مونتاج عليها. ده مفهوم ممتاز خالص. خلونا بقى نيجي نتكلم عن الكنترول اللي من تحت دولت. في الاول خالص انا ببتدي اضيف لاير جديده على اللاير البيز. ازاي؟ بمنتهى السهوله باني اضغط على نيو لاير، اور من قائمه انسيرت ببتدي اعمل سلايد لاير. ده جانب، لو ضغطت عليها كده هيجيب لي انتايتند لاير، كاني بعمل نيو لاير في الفوتوشوب. اللاير اللي انا بعملها يا جماعه بتكون عباره عن ايه؟ فاضيه ما فيهاش اي حاجه، جاهزه انت بس جاست لو مسكت التكست هتكتب عليها تكست، لو عملت فيها شيب هتبقى بشيب، فاهمني؟ ديت الجانب. طبعا بما اني انا عامل واقف على ديت، فلو ضغطت عليها كليك يمين هيظهر لي مجموعه من الكنترولز، رينيم ودبليكيت وكوبي وبيست ودريت وبروبرتيز. اكزاكتلي هم دولت، هم الشويه اللي من تحت دولت يا جماعه. ادي الكوبي والبيست والدبليكيت والديليت وكده. انا هبتدي اعمل لها ديليت واقول له يس. تمام. الجزئيه الاخيره يا جماعه اللي هي كانت خاصه بالديم، ديم ذا سيلكتد لاير اون ستيج، معناها ان هو بيعمل لها ديم. ديم يعني يا جماعه ايه؟ طيب هو انا واقف فين دلوقتي؟ انا واقف على اللاير اللي اسمها اوبشن 2، فراح عمل لي ديم لكل الباقي حتى بما فيهم البيز لاير، عشان تعرف انت بتعمل كنترول على ايه. لو انا وقفت على دي هيعمل لك ديم على الكل ما عدا دي، لو انا وقفت على دي هيعمل لك ديم على الكل ما عدا دي. الديم معناها ان يتخلي لي الحاجه اللي متاكتفه هي اللي تاخد اللون، الحاجه اللي مش متاكتفه تاخد اللون الديم ده اللي انت تبقى يعني ايه في الخلفيه، كانها يعني مش انت اللي عليك الكنترول، مش انت اللي عليك الكنترول. ده جانب ممكن يساعدك وانت بتعمل اديتنج للكونتنت بتاعك. تمام. السر بقى في اللاير يا جماعه انها بتديني السنس بتاع الانتر اكتيف، بتديني حته الانتر اكتيفيتي. بمناسبه الحديث عن انتر اكتيفيتي، ممكن اللاير الواحده تعمل فيها ما شاء الله، السلايد الواحده تعمل فيها ما شاء الله من اللايرز براحتك خالص، فبالتالي انت مش محتاج تكرر مجموعه من السلايدز وكل سلايد تبتدي تعمل فيه مش عارف ايه وايه زي اللي كان بيحصل في الباوربوينت ابس. لا لا لا، شوف انت ممكن على لاير واحده تعمل مجموعه كبيره جدا من الانتر اكتيفيتي اللي منفصلين تماما عن بقيه البروجكت. ده اللي احنا هنحاول نحكيه مع بعض. السلايد البيز لاير بتاعي يا جماعه ما فيهوش غير الشخصيه العاديه ديت وزرارين. الزرارين دولت يا جماعه كل زرار انا هربطه بلاير، اللاير الاولانيه اللي فيها البنت اللي بتفكر ديت، انا عايز لما اضغط على اوبشن واحد تجيني البنت اللي بتفكر ديت، لما اضغط على اوبشن اتنين تجيني البنت اللي الانوين ديت، البنت اللي متضايقه ديت. تمام. ده بمنتهى السهوله. فالشاهد يا جماعه انا عملت اتنين بوتونز، اتنين زرارين، وهبتدي اربطهم بالتريجرز. تمام يا جماعه، انا مش حديث عن التريجرز، انا بس بحاول اقول للناس الفكره فين. انا لو عملت بريفيو يا جماعه وانا اوريدي عملنا الكلام ديت، انا مش بنقول انا ازاي نعمله لكن هيجي الحديث عنه، بس انا بنحاول نوضح الناس الفكره العامه من اللايرز بتشتغل ازاي. لو انا ضغطت على اوبشن واحد هيجيب لي البنت اللي بتعمل ثينكينج، لو انا ضغطت على اوبشن اتنين هيجيب لي البنت اللي كده، وروح يشيل لي الاولانيه كما ان التانيه تتشال بعد فتره من الزمن. الكلام ده كنترول، فهمنا الفكره يا جماعه؟ يعني انا لو ضغطت على اي واحده من دول بتيجي تظهر معايا. الكلام ده كله يا جماعه حصل فين؟ في اونلي وان سلايد،
سلايد واحدة بس، يعني أنا ما احتجتش إني أعمل كوبي من أكتر من سلايد وأبتدي لا لا، هي سلايد واحدة بس، جاست فيها اتنين لاير، كل لاير واخد تريجر معين إنه لما أضغط على الأوبشن ده يظهر لي اللاير اللي اسمها أوبشن واحد، ولما أضغط على الزرار اللي اسمه أوبشن اتنين يظهر لي اللاير اللي هي واخدة الأوبشن، واخدة اللي هي اسمها اوبشن 2. ده بالظبط يا جماعه ملخص الكلام اللي الخاص اللي بيكسب اللاير القوه بتاعتها. طيب جميل خالص، كالعاده لو انا ضغطت كليك يمين على اللايرز في امر احنا لسه ما كناش عنه، اللي هو كان خاص بالبروبرتيز او اللي هو رمز التيرس ده او رمز الجير ده. الرمز ده يا جماعه في قمه الاهميه وفي قمه الجمال بصراحه. طب هنتكلموا عنه احنا كده، وطبعا الناس تاخد بالها ان في فرق ما بين البروبرتيز اللي موجوده في السلايد لاير وما بين البروبرتيز الخاصه ب ما بين البروبرتيز الخاصه بالسلايد نفسها. السلايد نفسها دي تخص بالشريحه دي تمام، لكن الكليك يمين والبروبرتيز ده تخص باللاير، وفي فرق ما بين سلايد لاير بروبرتيز وسلايد بروبرتيز. يعني ما انا بقول يا جماعه ان انا بعمل نيو سلايد وبعمل نيو سلايد لاير تمام، ده في فرق ما بين اني بعمل لاير جديده وما بين اني بعمل ايه وبعمل سلايد جديد، زي بالظبط ما بين بعمل ملف جديد في الفوتوشوب وباني اعمل لاير جوه الملف. طبعا الوحده الكبيره بتكون عباره عن السلايد، الوحده الاصغر منه بتكون عباره عن ايه السلايد لاير، حتى اسمها سلايد لاير، لاير من السلايد يا جماعه. طيب كليك يمين عليه وابتدي نتكلم عن بروبرتيز. اول جزئيه راح نتكلم عنها هايد اذر سلايد لايرز تمام. هو انا في الاول كده بصوا يا جماعه، انا شايل الصح او كليك يمين برضه بروبرتيز، وانا شايل الصح من على هايد اذر لايرز تمام، يعني انا مش سامح بان هم يختفوا. فالشيء بصوا يا جماعه، لو ضغطت على الاولانيه هتظهر وتفضل زي ما هي موجوده، لو ضغطت على الثانيه هتظهر وتفضل زي ما هي موجوده. كل العناصر موجوده في الشاشه بتاعي، كل العناصر موجوده في محيط العمل بتاعي تمام. جميل اوكي. طيب خلونا كده نشوف، لو انا ضغطت كليك يمين وبروبرتيز وقلت له والله في فيزابيليتي هايد اذر سلايد لايرز ونعمل اوكي، واروح عند الثانيه برضو نفس الفكره وبروبرتيز وهقول له والله برضو هايد اذر سلايد لايرز، واعمل اوكي يا جماعه واروح على بريفيو للمشهد تمام. الفرق بقى لما نيجي نضغط على اوبشن 1 هيبتدي يظهر لي الاولانيه، لما اضغط على اوبشن 2 هيخفي لي الاولانيه ويظهر لي الثانيه، لما اضغط على الاولى يخفي لي الثانيه ويظهر لي الاولى، وهكذا بالترتيب. يبقى انا لو قلت له هايد، لو انا كنت منشط الاوبشن اللي هو كان خاص ب هايد اذر لايرز اذر سلايد لايرز، لما بضغط كليك على او لما اللاير دي بتظهر او بمجرد ما ان اللاير دي بتظهر الاذر لايرز يا جماعه بيختفوا. ها الناس اخذت بالها من مين اللي كان بيختفي يا جماعه؟ ها طيب نراجع كده بس بالراحه، ادي الاولانيه اللاير، الثانيه اللاير، يعني اللي بيختفي يا جماعه السلايد لايرز، بدليل ان البيز لاير بتاعتي اهي ما حصلش فيها اي حاجه، البيز لاير زي ما هي، الشخصيه ديت زي ما هي، والزراير زي ما هي، ما حصلش فيهم حاجه، ثابتين في اماكنهم. اللي كان بيختفي هم السلايد لايرز يا جماعه تمام. ديت اول اوبشن ونقطه بصراحه مهمه وقيمه ممكن الناس تحتاجها وهي بتعمل بروجرامنج لنظام البرمجيه بتاعتهم. الجانب الثاني يا جماعه كان هايد اوبجكتس اون بيز لاير، وده امر جميل خالص. طيب خلينا ننشطه كده وبنعمل اوكي، واهو حتى الناس اخذت بالها منها، لو انا علمت هايد اوبجكتس وعملت اوكي هتلاقي شال لي ماشي اوكي جميل. نبتدي نعمل بريفيو كده يا جماعه، وجيس وات اللي بيحصل، لو انا ضغطت على اوبشن واحد هيجيب لي الرياكشن بتاع اوبشن واحد ويظهر لي البيز لاير خالص، اي اسف يخفي لي البيز لاير، البيز لاير يا جماعه اللي كان فيها الشخصيه العاديه وكان فيها الزرارين. فلما قلت له انا والله انا بصراحه مش انا عايز اخفي الاوبجكتس اللي في البيج لاير كلها، فخلاص ماشي راح حذفهم لك تماما تمام. ده الجانب او ده واحده من ضمن النقط الجميله خالص تمام. خلونا نرجعها زي ما هي، وبعدين نتكلموا عن الجانب اللي هو كان خاص هايد سلايد لاير وين تايم لاين فينش تمام. لو انا نشطت القصه ديت وجيت نفس الفكره، انا عملت بروبرتيز ونشطت القصه ديت وعملت بريفيو تمام، انا كده سامح بان البيز لاير تكون ظاهره في الخلفيه، ورحت ضغطت على اوبشن واحد ثانيه اثنين ثلاثه اربعه خمسه الاقيها تختفي، لو انا ضغطت على اوبشن 2 بعد 5 ثواني هلاقي ان اللاير بتاعي بتختفي تمام. الجانب ده يا جماعه لو شيكنا عليه مره ثانيه والناس تاخد بالها من النقطه ديت، هايد سلايد لاير وين تايم لاين فينش، اخفيها لما التايم لاين بتاعها يخلص. يبقى انا المفروض ادور على فين اكزاكتلي يا جماعه، المفروض انزل تحت عشان ادور على التايم لاين بتاعي، هلاقي ان في الفيميل ثلاثه كاركتر ثينكينج ديت واخده 5 ثواني من التايم لاين، فهتقعد تمشي اول ثاني ثالث لغايه لما توصل للثانيه الخامسه وتروح تعمل لها اخفاء وتختفي بشكل تلقائي من السلايد بتاعي او من الشاشه
الشريحه بتاعي. تمام جميل، خلونا نضغط كليك يمين برضو بروبرتيز، والجانب الثاني يتكلموا او مش هتكلموا عن اللو سيكينج ده دلوقتي، هنتكلم بقى عن البيز لاير. في الاول لو انا قلت له والله بريفنت ذا يوز يوزر فروم كليكينج اون ذا بيز لاير، امنع لي المستخدم ان هو يضغط على البيز لاير. طب انا لو نشطت الامر ديت يا جماعه ونفس المشهد نشطته على الامر الثاني، وخلونا نعمل بريفيو كده. وطيب انا موجود ضغط، ها الناس اخذت بالها باني انكليكابل، انكليكابل يعني انا مش عارف اضغط على اوبشن واحد ولا اوبشن اثنين. امتى ببتدي اعرف اضغط يا جماعه؟ ها بعد ال5 ثواني ما تخلص. ليه؟ لاني انا قلت له والله اخفيها بعد لما التايم لاين بتاعها يخلص، لكن في خلال ال5 ثواني انا انكليكابل للحاجات ديت، لان انا قلت له والله ما تخليليش اليوزر او اخفي لي البيز لاير انها تكون ظاهره غير لما اليوزر يتعامل مع الموقف ده. وده نقطة مهمة خالص بصراحة، وممكن تفيد لو انت كنت عايز تطلع تغذية مرتدة للمستخدم اجابتك غلط ولازم يجرى التغذية، او على سبيل المثال بمثل يعني للاسف مثلا حاول مرة تاني بتحاول تدي له هنتاية صغيرة عشان تتأكد ان هو لازم يجراها وما يتعاملش مع السؤال بتاعك لو انت كنت بتصمم سؤال غير لما بيبتدي يجرى الجزئية ديت ويجراها كويس كمان، او انت تحدد له وقت معين عشان تفضل فيه المسج ديت، او الله المستعان. ده على سبيل الافكار بس مش اكتر يا جماعة. الجانب التاني بوز تايم لاين اوف بيز لاير، النقطه ديت نقطه مهمه ومهمه بجد، لكن انا يعني ايه هقول هي بتعمل ايه بس مش هنطبقها بشكل عملي. ديت بتعمل لي بوز للتايم لاين بتاع البيز لاير يا جماعه، يعني لو انت كنت بتتعامل مع سلايد لايرز ومثلا كان في البيز لاير مثلا فيديو كان شغال وفجاه راح حصل لي سلايد لاير طلعت او اكشن اليوزر ابتدى يتعامل مع اكشن معين عشان ياخد رياكشن معين، هيبتدي يعمل لي دايركتلي على طول بوزنج للبيز لاير. لو هي كانت شغاله فيديو هيوقف لي الفيديو ويتعامل مع الاكشن ديت، بعدين اول ما ترجع له بيبتدي يعمل لك كونتينيو للمشهد ديت مره تاني. ده الجانب بتاع البوز، لكن انا ما عنديش عناصر ستريمنج، انا مش عامل فيديو ولا اوديو ولا اي حاجه، تمام، ولا اي حاجه انيميشن، يعني انا ايه سايبها كده بس. قلت القصه بتاعتها ديت وهيجي لها الحديث لما نتكلم عن سيرت الميديا زي الفيديو والفلاش والاوديو والويب اوبجكتس وكده. رايت اوكي. بالنسبه للريفيزيتس الكلام ده طبعا امر اتكلمنا عنه قبل كده. وين ريفيزيتنج انت عايز منها ايه؟ اوتوماتيكالي ديسايد البرنامج هو اللي بيبتدي يعمل لي سايدنج ولا ريسيت انيشال ستيت ولا ريزيوم، لما بتبتدي ترجع لها مره تانية اكمل ولا زي ما احنا كنا اخذنا من المره اللي فاتت. ده يا جماعه يعني في عجاله وببساطه ايه هي قصه السلايد لاير وايه هي اهميتها، وهي ممكن تكون موجوده معانا او يعني دايما هنلاقيها موجوده معانا لو انت كنت عايز تعمل انتر اكشن و جانب خاص بالبرانشنج للسيناريو، زي مثلا مجموعه من التفريعات داخل اللاير الواحده، او بتبتدي تظهر مثلا اديشنال انفورميشن، انت عايز تدي المتعلم معلومات اضافيه غير اللي موجوده في السلايد ديت، بس عايز منه ان هو يدور على حاجه معينه، هو اللي يبتدي يضغط، هو اللي يعمل اكشن معين عشان يحصل على المعلومه ديت. طبعا ده بي 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 بيرجع لعنصر التصميم التعليمي بتاعك، يعني اكشولي في معلومات انت بتحاول تخليها له، بتحاول تخليها له ظاهره، وفي معلومات انت محتاج ان هو يضغط على حاجه او يعمل ايفنت معين عشان تبتدي تظهر. ارسي على سبيل المثال يا جماعه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.